هلا وسهلا. الألم اللي موجود في منطقة الأضلاع أو تحت منطقة الإبط يجي إذا جيت بتسحب شيء ثقيل أو تسحب شيء قوي أو بترفع شيء للأعلى. وش سبب هذا الألم؟ وش أعراضه؟ وش الحلول العلاجية؟ راح أتكلم بشكل مبسط عن هذه العضلة. زي ما أنتم شايفين هذه العضلة تكون حركتها أثناء مدة اليد للأمام وتساعد على حركة لوح الكتف وأيضا تكون شابكة في منطقة الأضلاع. في وجود شد على هذه المنطقة شو ممكن ينتج عنه؟ راح ينتج عنا ألم في منطقة الأضلاع الجانبية تحت منطقة الإبط أو منطقة لوح الكتف الخلفية أو منطقة مفصل الكتف. وش الحلول العلاجية لهذا الشيء؟ العلاج اليدوي، تمارين المرونة وتمارين الإطالة بالإضافة إلى الكمادات الدافية. وغالبا يجي الناس اللي عندهم أو وش أسبابه، الناس اللي عندهم تحدب وعندهم دخول بالكتفين يسمونها راوند شولدر، بالإضافة للناس اللي ما ترفع يدها بشكل كامل الأعلى، قليل ما يرفع يده، يكون في عنده تشنج عضلي على هذه العضلة وينتج عنه هذا الألم أو هذا اللي هو عدم مرونة في مفصل الكتف. الكمادات الدافية والعلاج اليدوي تمارين مرونة ونحرص عليها. نبغاك طيب. تمارين مرونة للعضلة الموجودة أسفل منطقة الإبط ومنطقة الأضلاع، كيف أسوي تمارين مرونة لها؟ ثلاث تمارين ممكن أسويها. أول تمرين أرفع يدي وحاول أقربها منطقة الرأس، بيدي الثانية أسحبها باستقامة اليد وميل جسمي بشكل كامل مع الثبات 5 إلى 10 ثواني وأحس بإطالة في المنطقة هذه وأعيدها وكررها 10 مرات. التمرين الثاني أمسك شيء ثابت، ماسورة أو أي شيء ثابت، وأحاول أميل جسمي بالجهة المعاكسة وأثبت أحس بإطالة في منطقة الأضلاع، يعني أحاول أمسك شيء وأسحب أحس في منطقة الأضلاع زي الإطالة أو ستريتش وأثبت 5 إلى 10 ثواني وأريح وكررها 10 مرات. نفس الحركة بس بدون ميلان الجسم، أنزل بجسمي مع وضع يدين الثنتين بشكل كامل وأحاول كأني أثني الركب عشان أحس بإطالة في المنطقة هذه وثبات 5 إلى 10 ثواني وأريح وكررها 10 مرات. نبغاك طيب. روتينيه للاكتاف نسويها بشكل يومي عشان تكون وقائيه وبالاضافه قد تكون علاجيه. اول شيء نثبت 10 ثواني باليمين نكرر، واليسار نفس الشيء 10 ثواني هذه مره كررها 10 مرات بالاضافه زاويه 90، ثبات 10 ثواني نفس الشيء اليسرى 10 ثواني نكررها 10 مرات بعدين زاويه 90 اطلع يدي للخارج واثبت 10 ثواني السبلي الشد هنا نفس الشيء ثبات 10 ثواني 10 مرات رجع يدين الخلف ورجع كتافي 10 ثواني وريح 10 ثواني وريح 10 مرات إطالة جانبية الرقبة 10 ثواني نفس الشيء الجهة الثانية 10 ثواني ترايسبس إطالة لها 10 ثواني نفس الشيء الجهة المقبلة. شوفكم على خير.